حلاوه المولد يعني فوليه يعني سمسميه يعني جديده او جوز هند يعني كاجو او اي نوع مكسرات تانية فستقيه بندقيه يعني ملبن بس هو محمر كده من الالوان الصناعيه اللي عليه زيوت المهدرجه. حلاوه المولد مناسبه خاصه جدا لكل المسلمين والمصريين تحديدا. من 1000 سنة تقريبا الدولة الفاطمية كان الخليفة مانع كل الاحتفالات في مصر إلا في يوم واحد بس اللي هو يوم المولد، فكان كل الناس اللي بتتجوز بتتجوز في اليوم ده. العروسة بتلبس فستان العروسة والعريس بيركب الخيل بتاعه أو الفرس بتاعه ويمشوا في كرنفال كبير قوي حوالين مصر كلها. بعدين الناس بتاعت الحلويات فكرت إن هي إزاي تكسب من الموقف ده وإزاي تكسب من اليوم ده، فعملوا حلويات على شكل عروسة المولد المشهورة جدا 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 وعلى شكل الفارس اللي راكب حصان. بعد شوية المصريين بطلوا احتفالات خالص ودخلت الحملة الفرنسية على مصر. نابليون بونابرت كان بيعامل المصريين أسوأ معاملة، كانت الناس عايشة حياة من غير احتفالات ومن غير أي مناسبات، فحب يتقرب شوية من المصريين، راح للشيخ الشيخ بكري قال له أنا عايز أعمل مناسبة للمصريين، عايز تعمل لهم حلويات كتير جدا وجميع الأصناف وجميع الأنواع ونوزعها على المصريين في يوم معين من السنة ويوم المولد النبوي الشريف. ومن يومها بقى المصريين طبعا ما بيصدقوا إن هم يحتفلوا بأي احتفال بالأكل، طبعا كل حاجة مرتبطة بالأكل، رمضان، العيد الصغير، العيد الكبير، المورد النبوي، وبقت حلاوه المورد المشهوره عند المصريين. النهارده انا هتكلم عن حلاوه المورد وازاي ناكلها صح وازاي ما نتخنش بعد ما ناكل حلاوه المورد ناكل منها كميه كبيره ولا قليله. طبعا زي ما احنا متعودين احنا بناكل كل حاجه في كل المناسبات ونلحق نفسينا بسرعه او نفضل ماشيين على النمط الغذائي الصحي بتاعنا. عايزين تعرفوا ازاي ناكل حلاوه المورد من غير ما نتخن، تابعوا الفيديو للاخر، هستناكم بعد الانترو. اول حاجه عايزكم تعرفوها عن حلاوه المورد المشاكل بتاعتها. خلينا نبتدي بالمشاكل الاول عشان محدش يقلق. بس المشكله بتاعت حلاوه المورد السعرات الحراريه العاليه جدا جدا جدا. حلاوه المورد مكونه من ايه؟ مكسرات وسكر وملح. مكسرات دهون صحيه بتقوي الذاكره، بتقلل الكوليسترول الدم، السكر بيرفع الانسولين، يقلل الجروث هرمون، وطبعا الملح بيخزن ميه جوه الجسم. الثلاثه دول بيتحطوا مع بعض كده ويعملوا لنا حلاوه المورد. ايه هي حلاوه المورد بقى؟ السمسميه ال 100 جرام منها 650 سعر حراري سمسم وسكر وملح. نعلى بقى بالليفل الاعلى الفوليه ال 100 جرام منها فيها حوالي 800 سعر حراري. مكوناتها فول سوداني وسكر وملح. ده بقى كبير العيله الملبن. الملبن ده يا جماعه جواه عين جمل داخل في حوالي 100 جرام 1050 سعر حراري. المكسرات بانواعها بقى الكاجو، الفستق، البندق عليهم سكر وعليهم ملح تقريبا حوالي 600 ل 700 سعر حراري. الحمصيه دي من الحلويات الغلبانه شويه، ال 100 جرام من الحمصيه فيها حوالي 300 سعر حراري، مكوناتها حمص وسكر وملح. دي بقى لذيذه او جوز الهند تقريبا من 350 ل 400 سعر حراري. السعرات دي مش اكبر مشكله بتواجهنا في حلاوه المورد، احنا ممكن نعمل سايكلينج للسعرات بتاعتنا. يعني لو خدنا النهارده، لو انت المفروض تمشي على نظام فيه 2000 سعر وخدت النهارده 4000 سعر، ممكن تعوضهم في اليوم اللي بعديه واللي بعديه. المشكله الاكبر ان حلاوه المورد دي عباره عن مكونات اساسيه زي ما قلنا دهون والسكر. الاثنين دول مع بعض يا جماعه مصيبه، السكر والدهون. اولا السكر لما يدخل الجسم الانسولين هيعلى جدا، الانسولين ده عامل زي البواب كده بتاع الخلايا الدهنيه، الانسولين عالي فتح البوابه، الدهون اللي انت اكلتها دي كلها دخلت جوه الخليه. تخيل معايا كده، انسولين عالي يفتح الباب، الدهون دي كلها دخلت جوه الخليه. يبقى المشكلتين الاساسيين في حلاوه المورد السعرات الحراريه العاليه والجمع بين دهون ونشويات في نفس الوقت او دهون وسكريات في نفس الوقت. اقول لكم بقى على اهم 8 توصيات عشان نحتفل بالمولد ونتبسط باكل حلاوه المولد. اول حاجه خالص يا جماعه لازم ما تبقاش على الريق او على جوع. ما ينفعش اصحى من النوم اصدم الجسم كده بكميه السكر دي، هتعلي الانسولين في السماء، هفضل طول اليوم جعان. دي حاجه. ثاني حاجه انا لو اكلتها على جوع هاكل منها كميه اكبر مما ينبغي، اكبر من اللزوم. ثالث حاجه هيبقى امتصاصها عالي جدا، فالسكر في الدم هيعلى جدا، الانسولين هيعلى جدا. ثاني توصيه وهي مرتبطه بالجوله ان احنا هناخدها بعد الوجبه الكامله، وكل ما كانت الوجبه بالنهار او بدري كل ما كانت احسن، لان في فرصه كبيره خلال اليوم ان انا احرق السعرات دي. يعني ايه وجبه كامله يا جماعه؟ يعني وجبه مكونه من بروتين ودهون والياف. الياف كتير قوي هتقلل من امتصاص السكر. الياف يعني جرجير، بقدونس، كرفس، قشور السيليوم، السمك العربي، اي حاجه فيها الياف كبيره جدا هتنزل جوه المعده والامعاء هتقلل جدا من امتصاص او مش هتشوفها. تخيلوا كده ان انا ماسك مصفى
وحطيت فيها جرجير الاول وبقدونس وبعدين حطيت فيها ميه، الميه دي هتنزل ببطء شديد جدا، دي معناها ان السكر في الدم هيعلى ببطء والانسولين هيعلى في الدم ببطء، وبالتالي انا مش هكون في حاله تخزين دهون. طبعا ثالث نقطه ورابع نقطه كلنا متفقين عليهم في جميع المناسبات وفي جميع الاكلات اللي هي بتستدعي الانسولين بسرعه جدا هي شرب الميه كتير. اليوم ده لو انت بتشرب 4 كوبايات ميه خليهم معلش 10 كوبايات اليوم ده، حاول تشرب كوبايتين ميه كبار قوي قبل ما تاكل حلاوه المولد. رابع توصيه وهي الرياضه، لو انت بتتمشى 10 دقائق في اليوم، اليوم ده خليه تتمشى ساعه، يعني لو انت اكلت حلاوه المولد 1000 كالوريز مثلا وانت مشيت ساعه حرقت 400 كالوريز يبقى انت انقذت ما يمكن انقاذه، غير طبعا الريستنج ميتابوليك ريت اللي هو الحرق بتاعك اثناء الراحه الطبيعي اللي هو بيبقى موجود كل يوم. حاول نزود الرياضه شويه، نحاول نزود المشي شويه، نحاول نزود الجيم شويه خلال اليوم ده. خامس نقطه، بعد ما اكلنا حلاوه المولد بساعه هنبتدي نشرب اي مشروب من المشروبات اللي احنا قلنا عليها قبل كده في فيديوهات كتير قوي بتنزل الانسولين، زي القرفه. القرفه طبعا زي ما قلنا بتتعمل على ميه سخنه او الزنجبيل على البارد، يعني يكون منوع من امبارح لغايه ثاني يوم بعد حلاوه المولد بساعه نشرب زنجبيل، زي الشاي الاخضر، زي القهوه الخضراء، زي خل التفاح. سادس نقطه، لو انت مش عايز تزيد خالص ممكن تخس كمان، ثاني يوم اعمله يوم ديتوكس، كل فاكهه بس، كل خضار بس، اي حاجه يا جماعه نيه مش مطبوخ. اخر نقطتين بقى عايز اتكلم فيهم، اولا طبعا حلاوه المولد زي ما قلنا مكسرات وسكر وملح، الوان صناعيه زيوت مهدرجة، حاول تختار المكان اللي هتشتري منه يكون مكان موثق جدا عشان ما يكونش فيها مواد حافظه كتير. اخر نقطه، الناس اللي بتعمل دايت وبتستنى اليوم الاخير عشان توزن فيه، هتختار وانت بتشتري حلاوه المورد 6 قطع بالظبط، 6 قطع، 3 هتاخدهم بعد الوجبه الفري على طول الاسبوع ده، و3 هتاخدهم بعد الوجبه الفري الاسبوع اللي بعديه على طول. اخر حاجه عايز اقولها قبل ما اخلص الفيديو، لو انت عايز تاكل حلاوه المورد كلها النهارده وبكره كلها مفيش مشكله، زيد مفيش مشكله، هو يوم مش بيتعوض، موسم عايزين نستغل المواسم جدا، استمتعوا بالمورد النبوي، استمتعوا بطعم حلاوه المولد، ايا كان بقى انت بوظت التعليمات او التزمت بالتعليمات، المهم ان انا من بكره هبتدي ان شاء الله النظام الغذائي بتاعي الصحي السليم، كل سنه وانتم طيبين، لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك عشان يوصل لاكبر عدد من الناس، وما تنساش لو انت مش مشترك في القناه عشان يوصلك اي جديد، اعمل سبسكرايب للقناه، كل سنه وانتم طيبين، كان معاكم دكتور احمد عبد الرسول، مستنيكم في الفيديوهات الجايه ان شاء الله.